بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام إبراهيم الهبطي من مدينة طنجة، إمام بمسجد عائشة أم المؤمنين. يعني بدأت حفظ القرآن الكريم في السنة التاسعة في مدرسة النور، يعني بمسجد العزيب الحاج قدور. وكان نذاك يعني عند السن التاسع، نعم، وختمت كتاب الله تعالى في سن 14. ومن ثم يعني دخلت مدرسة الإمام النافع يعني لدروس بعد المواد العلمية، فدرست هناك يعني 3 سنوات. ومن ثم يعني درست بمعهد يعني الذي تخرجت منه، مدرسة النور، وبدأت مزاولة الإمامة. يعني بديت مارس الإمامة، كنت صغير جدا في السن، يعني في عام 2004، وأنا من مواليد 1986. فكانت أول تجربة بمدينة طنجة، يعني بمسجد البرانص. زاولت في حوالي تقريبا سنة، من ثم انتقلت الدار البيضاء. ودار البيضاء كان عندي في تجربة كبيرة شوية، يعني درست فيها حوالي مارس فيها الإمامة تقريبا 9 سنوات، من 2005 إلى 2014. ثم رجعت لمدينة طنجة. والفضل يرجع بعد الله تعالى يرجع إلى أبي، يعني الذي كان حريصا على أن مش يحفظني القرآن، وكان يبذل قصارى جهدي، يعني كان يبذل قصارى جهدي باش يحفظنا القرآن. ومن هذا يعني المنبر تقدم إليه بالشكر، وهو لا زال إلى الآن يخدم كتاب الله تعالى، وهو مدير مدرسة الإمام، عفوا مدرسة النور. الحمد لله، أنا إمام بمسجد عائشة أم المؤمنين. هذا يعني السنة الثانية، هذا هو رمضان الثاني عندي هنا. فلما كنشوف يعني عد الكم الهائل ديال المصلين، يعني أشكر الله تعالى على هذه النعمة وعلى هذا الفضل، وأشكر المصلين يعني جميعا رجالا ونساء. أسأل الله تعالى أن يبارك في جهدهم، وأن يرزقنا وإياهم الثبات والإخلاص. فهذه نعمة من الله تعالى، وهذا فضل من الله تعالى علي، أن أكرمني واختارني بأن يعني جعلني من حملة كتابه العزيز ومن القراء. فنسأل الله تعالى أن يبارك في قرائنا جميعا، وأن يجعلنا إن شاء الله تعالى ممن يقال لهم إرقاء، اقرأ ورقة وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إن الله لغفور رحيم. نسأل الله تعالى أن يحفظ ملكنا الملك محمد السادس، نسأل الله أن يبارك في صحته وعمله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خلق السماوات والأرض بالحق،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم.